بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي طلبة المرحلة الثالثة في قسم الهندسة الكهربائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل وإياكم إن شاء الله سلسلة التعليم الإلكتروني لمادة الكونفنشنال باور بلانت، محطات القدرة أو محطات الطاقة الكهربائية التقليدية. سجلت هذه المحاضرة بتاريخ 16/1/2021، وهي محاضرة الأسبوع السادس المقطع الثاني اللي نتناول بها موضوع خط الحمل اللود كيرف. شباب، احنا بالبارت الأول تناولنا اللود كيرف كفكرة أولية، وعرفنا انه كملخص أو كحصيلة أو كخلاصة انه عبارة عن رسم بياني يعطيني المعطيات اللي راح تكون عندي بالسحب من قبل الحمل او الكونسيومر ويا الزمن، الدالة مالتي اللي هي الزمن. وقلنا اكو نسميه ديلي يومي او مونتلي شهري او انيوال سنوي، الوقت الموجود عندي او المستخدم. واكو بعض الفوائد قلنا من اللود كيرف ندرسها، ليش؟ حتى ينطيني بعض المعطيات او بعض الفوائد حتى استنتجها واقدر اشتغل عليها، منها الافريج لود، واخذنا ايضا اللود فاكتور والى اخره، واخذنا اكزامبل. البارت الثاني شباب هذا ان شاء الله راح نكمل وياكم. عندي هنا عندي هنا العنوان important terms and factor، اذا اكو عندي فد مصطلحات كون اعرفها او اتعلمها، شوي اريدك تركز وياي رجاء، لان دني اذا فهمت البيسك هذني كبيسك راح يصير عندنا بالشغل مالتنا، اذا فهمتهن راح تمشي امورك، واذا لا ما فهمت راح تلاص عليك في باقي المحاضرات او باقي الكلام راح يكون عندنا بالموضوع. فاذا the variable load problem has introduction the following terms and factors ان باور بلان جناش. اذا هاي المصطلحات، شنو هي هاي المصطلحات؟ اول مصطلح عندي لازم اميزه شو اسمه، اذا اشوفها بالبنفسجي رقم واحد عندي الكونكتد لود. كونكتد لود يعني شنو؟ الحمل المربوط او الاحمال المربوطه. خلينا نقرا شويه. It is the summation of the continuous rating of all the equipment connected in the supply سيستم. اذا هاي الكونكتد لو شنو معناته شباب؟ معناته هسه لو اخذنا هسه هاي الصوره اللي قدامي، هسه هاي تمثل فد صوره فد غرفه. فاذا هاي الغرفه هسه لو فرضنا هاي الغرفه مثل او هسه هاي الصاله او الكريدور هسه اللي بالصوره عندي، ايش بيها من اجهزه؟ اذا ابغى مثلا بها هذا خلينا نقول بها جهاز سبلت، وبها الشاشه هذه، وبها فد فلوريسنت اناره، وبها فد ثلاجه، يعني هاي عن طريق البلك سويتش هذا. فهذه الكونكتد لود معناته يقول انا كل الاحمال المربوطه بهاي الغرفه، مثلا سجل ناخذ مثال غرفه، نفس الفكره تاخذ على مستوى شركه، مصنع، بنايه، مدينه، نفس الفكره، بس احنا ناخذ شيء مصغر حتى تكون واضحه الصوره. فمن نقول كونكتد لود معناته كل الاجهزه اللي ممكن تكون مربوطه داخل هاي الغرفه، بس مو بالضروره تكون كلها مشتغله، يعني داخله بالعمل، مو مشكله، مو بالضروره انه كلها تكون اون، ممكن يعني السبت مشتغل، تلفزيون ما مشتغل، ثلاجه مشتغله، فلوسن ما مشتغل. فاذا كلمه كون من اقول كونكتد لود، اذا هي كل الاحمال الموجوده او المربوطه سواء كانت تعمل او لا تعمل. جيد، احسنتم، ان شاء الله واضحه. زين، ايش عندي بعد؟ مثال، خلينا ناخذ مثال. انا احاول امزج ما بين الشرح وما بين انطي امثله حتى يكون شويه اوضح الفكره. إذا تشوفوا ياي المثال اللي عندي شو يقول؟ For instance of a consumer has connections of 500 واط. إذا هو ايش عندي؟ عندي خمسة من الإنارة أو المصابيح، ايش قد قيمة الواحد مال الإنارة مالتي؟ 100 واط. إذا عندي مصباح أو 100 واط خمسة بهاي الغرفة، خلينا نقول المثال مالتي 100 واط لامبس and A power point، نقطة باور يعني نقطة اللي نسميها بلاك سويتش اللي هو هذا يسموه باور بوينت، يعني هذا مو باور بوينت، هذا اللي نحكي عليه بالوورد او بالاوفيس. هاي الباور بوينت يعني نقطة كهرباء، نقطة قدرة البلاك سويتش او هذا. ايش قد عندي هذه؟
يقول ان باور بوينت اوف 500 واط. اذا الباور بوينت او النقاط الموجوده جد قيمه القدره مالتهم ممكن مصممات يسحب منه الاجهزه 500 واط. زين شنو عندي بعد؟ اذا ها عندي 500 واط هنا وعندي خمس مصابيح على كل واحد على 100 واط بهاي الغرفه او هذا المكان. شو يقول؟ زين كونكتد لود. هسه بنحسب الكونكتد لود اوف ذا كونسيومر لهذا المستهلك ايش قد راح يصير عندي؟ راح اخذ مجموعهم فراح اقول 5 اللي هي مصابيح في 100 اللي هي في 100 واط تنطيني ايضا 500 واط زائدا ال 500 واط مال من؟ مال باور بوينت اللي هو البلاك سويتش اللي هي ايضا 500 واط. اذا كان ناتج شنو عندي؟ 1000 واط. بغض النظر انه هاي البلاك سويتش انا مشغلهم كلهم او ما مشغلهم كلهم، بغض النظر انه هاي المصابيح مشغلهم كلهم او ما مشغلهم، مثلا انا مشغل جزء مصباحين بس من قال لي كونكتد لود، اذا انا شاخذ؟ راح اخذ نفس الحمل او الموجود عندي. ان شاء الله واضحه؟ ان شاء الله واضحه. جيد نجي اكو شيء ثاني اسمه ديمايند. اذا من ساعه كان كونكتد لود قلنا كل الاحمال المربوطه سواء كانت داخله بالعمل او كانت غير داخله بالعمل. زين ديمايند شنو ديمايند؟ ديمايند يعني الطلب او المطلوب. اذا تقرا وياي it is representing the actual consumer demand. اذا هو الطلب الفعلي من قبل الكونسيومر او المستهلك on the plant. اذا هذا صار هنا شنو؟ الطلب الحقيقي او الفعلي من قبل المستخدم على اليمن على المحطة within a specified time period، خلال شنو؟ خلال فترة زمنية معينة. ليش؟ هنا صار عندنا عمل. اذا تذكرون اول بداية المحاضرة شرحت لكم على الطاقة وقلت لكم فرق بين طاقة وبين قدرة. شنو الطاقة؟ قلت لكم من ضمن امتيازاتها انه قلنا هي عبارة عن قدرة بس داخلة بالعمل، فيدخل بها عامل الزمن. من دخل عامل الزمن انطتني قدرة، العفو طاقة او الانرجي اللي قلنا عليها اللي احنا نريدها. فاذا هي شنو عندي؟ خلال زمن معين اكو عمل او سحب للتيار الكهرباء او للقدرة الكهربائية خلال وقت او فترة زمنية معينة. زين هاي الديمايند او الطلب شنو يقول؟ يقول يعبر عنه اكسبرايز، اما نعبر عنه بالكيلو وات اور. يعني هاي نسميها الـ القدرة هنا عندنا، او القدرة الحقيقية يسمونها الاكتشوال، او نسميه بالكيلو فولت امبير. هاي الابيرنت باور، احنا هاي بعدين ان شاء الله عندي موضوع اشرح لكم شنو الابيرنت باور وشنو الاكتشوال باور وشنو الرياكتيف باور. يعني اكو اكتيف واكو رياكتيف واكو ابيرنت، عندي ثلاث انواع من القدره. ان شاء الله بعدين اكو موضوع خاص افصل لكم اياها. عموما القدره هاي اللي عندنا اما نقول كيلو وات اور او نقول كيلو فولت امبير او احيانا نقول بالامبير. هسه شو احنا بالبيوت مره شي قلنا ايش قد ساحب؟ قال والله 4 امبيرات 6 امبيرات. يعني شو معناته؟ معناته هذا الطلب مالتي اللي يحتاجه من الامبير هالقد. فاذا هو بعدين يتحول الامبير، اما يطيب الكيلو فولت امبير او يطيب الكيلو وات اور. ان شاء الله واضحه اللي هنا هسه الديمايند. اذا اي واحد يعيد ليها من الطلاب؟ اريد حسن. اي حسن تفضل ابو فلاح. احسن جيد جدا مثل ما قال زميلكم. اذا اكو صار فرق عندي ما بين الديمايند ما بين الكونكتد. الكونكتد لود هي جميع الاحمال المربوطه للمحطه سواء كانت داخله بالعمل او كلها او ما داخله، بينما الديمايند هي فقط الاكتشوال او الفعليه اللي مشتغله خلال فتره زمنيه محدده معطات. احسنتم جيد جدا. زين ايش عندنا بعد؟ سؤال او 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 تيرم او مصطلح عندي الماكسيمم ديمايند. هسه بالبدايه عرفنا شنو الديمايند، قلنا هو الطلب اللي على المحطه راح يصير من قبل المستهلك. ايش عندي بعد؟ عندي ماكسيمم ديمايند. الماكسيمم ديمايند شنو معناته؟ من اسمه ماكسيمم ديمايند يعني واضحه اعتقد، بس ما راح نحكيها. It is the maximum demand of the load on the power station during a given period. اذا هو شنو؟ هو يمثل لي اعظم طلب خلال فتره زمنيه معينه. هاي شنو بعد بالاحمر؟ خلينا نقرا ماكسيمم ديمايند is generally less than the connected load. شوف انتبه الملاحظة، يعني احنا سموه اسمه ماكسيموم ديمايند. خب انت من تسمع ماكسيموم ديمايند تقول يعني هو هذا بعد اعلى شيء، بس هو شو يقول بالملاحظة مالتي هنا؟ اذا تقرا وياي يقول الماكسيموم ديمايند هو شبي غالبا او بصورة عامة هو شنو؟ اقل من الكونكتد لود. ليش؟ هسه راح نجي نشرحها. Because of all the consumer do not switch on their connected load to the system at a time.
ليش هنا؟ لان هنا يقول احنا ما معقوله ولا منطقيا انه المستهلكين كلهم، يعني هسه خلينا نقول بالمدينه او بالمحافظه او هسه داخل الجامعه، ما معقوله كل المستخدمين راح يشغلون الكهرباء اللي يعني السحب اللي عندهم بنفس اللحظه كلهم يشغلوها. يعني مثلا انا بالبيت مالتي او بالغرفه مالتي او اشغل او يعني اخلي الاضويه كلها اوجهها او اشغلها كلها اوجهها، خلينا نقول اكو ناس تقول اوجهها واكو ناس تقول اشغلها، يعني هاي الفلوريسين او المصابيح البلاك سويتش الثلاجات المكيفات السخانات، ليش مو مستحيل بنفس اللحظه كلهم يسوونها بنفس اللحظه؟ يعني هاي العوائل او المجتمع الموجود. بينما الماكسيمم ديماند هو يقول معناته انه انا على سبيل المثال شو هسه نقول عندنا ذروه تصير بايام الصيف، ايش وقت الصفر عندنا بايام الصيف؟ هسه عندنا بالعراق مثلا خلال شهر السابع الى شهر الثامن مثلا، ايش وقت هاي الذروه تصير؟ دائما مثلا خلينا نقول من الساعه بالعشر الصبح مثلا الى ساعه بالثنتين او ثلاثة الظهر، يعني هاي الظهريات. فاذا اكو شيء اسمه عندي ماكسيمم ديمايند، معناته انه انا راح اشغل هاي الاجهزه بس مو بالضروره اشغلهم كلهن ايضا، ولكن راح اشغل خلينا نقول 80% 90% من هاي الاجهزه مالتي، فصارت عندي ذروه بهاي او ماكسيمم اعظم طلب او اعظم سحب لهاي الطاقه. ان شاء الله واضحه هسه؟ اذا ان شاء الله صار عندي كم مصطلح؟ عندي الكونكتد لود قلنا هي كل الاحمال المربوطه، وعندي الديمايند قلنا الاكتوال الحقيقي المطلوب، وعندي ماكسيمم ديمايند يعني اعظم طلب. يعني اذا بدي امثل هسه بالاكتوال والماكسيمم بيناتهم كمثال هسه على هاي الصوره اللي عندي، مثلا الاكتوال على سبيل المثال انا شو مشغل؟ مشغل الفلوريسن هذه، ومشغل مثلا الثلاجه اللي هنا مثلا، هاي حاله طبيعيه هاي اكتوال. بس بالماكسيمم مثلا انا جيت قعدت هنا بهذا الهول او الصاله، ايش رجعت؟ انا شفت تلفزيون، شغلت العارضه او الشاشه اضافه الى الفلورسين والثلاجه، بعدين الجو حار شغلت السبلت، شوف هنا ايش صار عندي؟ ماكسيمم ديماند يعني اعظم طلب، شغلت هاي كل الاجهزه اللي موجوده قدامي بهاي الصوره او بهاي الكليدور او بهاي الصاله او بهاي الغرفه. ان شاء الله اتمنى تكون الامور واضحه. زين، ايش عندي بعد هنا يا شباب من الفاكتور او اللي اريد احكي لكم اياه؟ عندي شيء اسمه ديمايند فاكتور. شوف احنا قبل البارت الاول، المحاضره الاولى البارت الاول كان شنو عندنا؟ عندنا اللود فاكتور. دائما كلمه من نقول يجي شيء اسمه فاكتور، فهو يكون اما نسبه مئويه، وغالبا شو يكون؟ يكون ايضا خالي من الوحدات. هاي انتبهوا لها، خاف انا ما ذكرتها بالبارت الاول. كلمه راجبها اللود فاكتور، ديمايند فاكتور، اي شيء اسمه فاكتور يعني معامل. فإذا هو يكون خالي من الوحدات أيضا ويكون بنسبة مئوية بالمية، مثل هالقد رقم من المية نسبة مئوية. زين، شنو هذا الـ demand factor؟ It is the ratio of the maximum demand. إذا هو شنو أخذ؟ أخذ maximum demand بالباص on a power station to its connected load at specified interval of time. إذا هو خلال وقت معين أو زمن انتقال فترة زمنية معينة، ايش عندي اعظم طلب بالبسط على الاحمال المربوطه. الماكسيمم ديماند يعني اعظم طلب مقسوم على اليمن مقسوم على الكونكتد لود على الاحمال المربوطه كلها. وقلنا هو شنو غالبا يكون قيمته اصغر من واحد. ليش؟ من يجاوبني من الشباب؟ اريد سجاد. اي سجاد تفضل. احسنت، مثل ما قال زميلكم، لان الماكسيمم ديماند ايش قد ما راح يكون رقم عالي بس راح يكون اصغر من الكونكتد لود، لان اتفقنا الكونكتد لود هو يشمل جميع الاحمال المربوطه سواء كانت داخله بالعمل او غير داخله بالعمل. بينما الماكسيمم ديماند هو راح يكون اقصى طلب في تلك اللحظه او في تلك الساعه بالنسبه للاحمال الداخله بالعمل او المشتغله. زين، هاي الملاحظة قلنا the value of demand factor is usually less than 1، مثل ما اتفقنا هي أصغر من 1 مثل ما قال زميلكم. زين، هنا شنو عندنا بعد؟ عندنا فد مثال صغيروني إذا ناخذه. if the maximum demand، إذا هو شنو طاني؟ طاني maximum demand أعظم طلب on the power station على المحطة، ايش قد قيمته؟ 80 ميجا واط and the connected load is 100 ميجا واط. إذا شنو طاني؟ انطاني الماكسيموم ديماند 80، بينما الكونكت، شوف دائما قلنا الكونكتد لود هو اكبر 100، فاذا الديماند فاكتور ايش راح يكون عندي؟ اطبق القانون ماكسيموم ديماند على الكونكتد لود، اذا 80 على 100 وانطاني الناتج 0.8 فقط، ماكو بعد وحده، لان قلنا هذا شنو؟ فاكتور. اذا هو فقط انطاني 0.8 بدون وحدات. زين،
بعد حتى لا نطل عليكم عندي المصطلح الأخير أعتقد هذا اللي هو الـ average load. إذا هنا الـ average load احنا شرحناه تقريبا بالمحاضرة أو بالبارت الأول، ولكن هذه شوية بس للإعادة والإفادة. The average of load occurring on the power station in a given period يعني خلال فترة زمنية، أما يوم day or month or year أما يعني شهر أو سنة، known as average load or average demand. شوف دائما كلمة load أو demand لتشتبه نفس المعنى، من أقول load أقول demand يعني نفس الفكرة. وهذا القانون أعتقد هو كان عندنا، بس إحنا سوينا أخذنا للشهر وأخذنا السنة. إحنا بالبارت الأول أخذنا فقط كان على 24 ساعة. فإذا هي اليونت جنريت الوحدات المتولدة خلال اليوم، إذا قلنا خلال اليوم داي قسم على 24، إذا قلنا خلال الشهر راح شقسم منها، لازم أقول 24 هذه أضربها في عدد أيام الشهر في 30 أو في 31 إذا كان شهر 31، واضحة؟ وإذا كان سنوي يير فش راح تكون هنا إن يير، ولكن هنا شقسم على 8760. هاي من جاي 8760؟ اريد جماعة السنوي غيوثي الوريد، وانا غيوث الوريد اي غيوثي عفية السبع عاشت ايدك، مثل ما قال غيوثي هاي 8760 جايتني من ضرب 24 في 365 يوم اللي هي اتفقنا عليها ايام، اتفقنا عليها ايام السنة. زين ناخذ اكزامبل حتى نختم المحاضره، حتى لصعكم وقت طويل. الاكزامبل شنو يقول يا شباب؟ اقرا وياي. جنريتنج ستيشن هاز ا كونكتد لود. اذا شنو طاني؟ انطاني الكونكتد لود، انطاني يعني الاحمال المربوطه اللي اتفقنا هي راح تكون قيمتها على قيمه ايش قد؟ 43 ميجا واط. اند ماكسيمم ديماند 20. بقى انتبه الماكسيمم ديماند شوف ايش قد؟ 20 ميجا واط. زين شنو عندي بعد؟ The unit generated being 61.5 في 10 أس 6 شنو؟ بير أنيوم. أنيوم يعني هذه سنوية معتنا بالسنة، أنيوال السنوي. زين كالكوليت شنو نريد نحسب من عدة هذا الموضوع؟ The demand factor. إذا شو نحتاج؟ معامل الطلب and load factor. demand factor والload factor. اذا اجي هنا solution مالتي قانون شنو عندي؟ demand factor شو يقول؟ هو الماكسيموم ديماند على الكونكتد لود. جيد جدا. اذا ايش عندي الماكسيموم ديماند؟ معطيني اياها بالسؤال ايش قيمته؟ عافيه السباع احسنتم. 20 على كونكتد لود. ايش قد عندي كونكتد لود؟ جيد جدا 43. ايش قد صار الناتج؟ قسم هذا على هذا 0.465. زين يا جواد عباس ابو الجود، ليش هذا الرقم بدون وحدات؟ ابو الجود جواد ليش بدون وحدات؟ احسنت يا شاطر يا ورد. اذا مثل ما قال جودي انه هذا لانه عبارة عن فاكتر، فالوحدات راح تختصر بسط ومقام، فيطلع بس رقم بدون وحدات، وقلنا يطلع نسبة مئوية، فاذا نطلع 465 بالالف. جيد جدا احسنتم. زين نرجع بعد شنو عندي؟ رقم اثنين ايش راد معدنا؟ راد معدنا اللود فاكتور. فاذا اجي على اللود فاكتور هو شنو قانونه؟ اللود فاكتور قانون الافرج ديمايند على الماكسيموم ديمايند. اذا اريد شو احتاج؟ احتاج الافرج ديمايند على اليمين على الماكسيموم ديمايند. اجي اطلع الافرج ديمايند بالبدايه، فالافرج مثل ما قلنا ما دام كلمه معدل، اذا راح اخذ اليونت جنريتد اللي عندي اقسمها على الزمن او التايم. ايش عندي هنا؟ يونت جنريتد بير انيوال انيوم يعني خلال السنه، هو منطيني اياها بالسؤال ايش قد قيمتها؟ 61.5 في 10 اس 6 بحساب 7 ميجا على السنه. ايش قد قلنا الساعات اللي تصير بالسنه؟ 8760. فاذا شنو طاي هنا؟ العلاقه صار 7020 كيلو واط. هاي شنو هذا؟ طاي هسه الافرج، الحدث ما طلعنا اللود فاكتور، طاي الافرج. ارجع قانون اللود فاكتور شو يقول؟ يقول افريج ديمايند على الماكسيموم ديمايند، افريج على الماكسيموم. اذا راح ارجع اطبق العلاقه بمجرد اقول 7020 على الماكسيموم ديمايند اللي هي كانت عندي 20 في 10 اس 3، عرفنا ليش؟ لانه على تطبقها بالكيلو واط، هاي هي بالاصل هي كانت 20 ميجا بس احنا قلناها في 10 اس 3 ليش؟ حتى يبقى كيلو واط.
يعني اختصر الكيلوات مال هذه الفوق بالبسط ويا هذه بقت بس كيلوات هنا عندي، وانطتني النتيجة آخر شيء 35.1 شنو بالمئة. أيضا ها شنو فاكتر، فإذا هو أيضا شنو أيضا بدون وحدات وإنما نسبة مئوية. زين يا شباب اللي هنا إن شاء الله إذا ماكو سؤال، أكو سؤال؟ إذا ماكو سؤال راح نختم وياكم ونكتفي بهاي الحلقة، لأنه هذا الصراحة ما نثقل عليكم بالمعلومات، بس اللي أترجى من عندكم أنه تراجعون هاي المصطلحات وهاي القوانين البسيطة على مود تحاولون تحفظوها، إذا ما حفظتوها ما راجعتوها ماكو فايدة بشغلنا. وإن شاء الله نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.